عبر سكايب من بغداد ينضم إلينا عضو ائتلاف النصر أحمد الوندي. أهلا ومرحبا. يعني كيف استقبلتم في الإطار مبادرة السيد برزاني، وهل من انفراجه في المواقف؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية طيبة لجنابك ولمشاهدي قناة الكريم. في الحقيقة المبادرة هي موضوع ترحيب جاءت في هذا الوقت، خصوصا في الانسداد السياسي الذي يعيشه المشهد، وبالإضافة إلى عدم وجود اختراق ما بين الإطار والتيار الصدري. المبادرة حاولت أن تزعزع أو أن تحلحل عفوا من الوضع الحالي، من أجل أن تكون هناك بوادر لانفراجه. عرضت المبادرة على قادة السياسية، وأيضا عرضت على سماحة السيد الصدر. طلب السيد الصدر مهلة من أجل أن تتم دراسة بنود هذه المبادرة وأن يكون هناك رد، لكن يعني حسب المجلسات الموجودة هناك سوف يكون لقاء ربما بنهاية هذا الأسبوع ما بين كل يعني الكتل السياسية أو الزعماء السياسيين من الإطار التنسيقي والتيار الصدري والكرد وأيضا من البيت السني. طيب، سوف يكون هناك اجتماع موسع تعرف فيه الأجندات وتعرف فيه هذه المبادرة. هنا السؤال إذا تسمح لي، يعني سيد أحمد، السنة والكرد على خلاف ما يعني تتهمهم بعض القوى بشق الصف الشيعي، يعني يسعون في هذه المرحلة إلى التقريب بينكم وبين التيار الصدري، هل تواصلتم مع السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني؟ شوف أستاذ، إذا ما اندلعت شرارة الحريق لا سامح الله في البصرة فسوف تصل شرارتها إلى أربيل، وسوف تصل إلى الأنبار، وسوف تصل إلى ربوع. يعلم بأن تشتيت البيت الشيعي ليس بمصلحة أحد، ومعادلة 2018 هي خير دليل. عندما كان هناك انشقاق داخل البيت الشيعي أدى وأفضى إلى أن تكون هناك معادلة غير مستقرة. فالكل يعلم بأن من مصلحة الجميع أن تكون المعادلة توافقية وقوية ورصينة في هذا الإطار. لكن بالإضافة إلى ذلك نقول بأن المبادرات التي تأتي من أجل حلحلة الوضع هي مبادرات جيدة ومحل ترحيب. وأيضا بالإضافة إلى ذلك تواصلنا مع الكتل السياسية المختلفة أيضا هو في هذا الإطار، أن تكون هناك حلحلة وأن تكون هناك يعني انفراجة قريبة للمشهد السياسي، لأننا نؤمن بأن المرحلة المقبلة والمعادلة السلطة القادمة يجب أن ترتكز على ثوابت. مثلا إذا ما تم اختيار وتم انتخاب السيد وشار زيباري في قوات البرلمان في سبع اشباط، هذه تعني بان هناك يعني معادله معينه لا تسمح بان يكون انتخاب جزء من عده في مرحله رئيس الوزراء. فاذا يجب ان تكون هناك ثوابت من اجل ان تعرف ما هي يعني متبنيات ومنطلقات. هنا السؤال، هل حسمتم يعني امركم بالذهاب او مقاطعه انتخاب رئيس الجمهوريه، وما موقفكم من السيد هوشار زيباري حتى هذه اللحظة؟ لحد هذه اللحظة لا يوجد قرار بهذا الموضوع، يعني لا يوجد هناك توجه بأن سوف تكون يعني الإطار التنسيقي سوف يقاطع الجلسة أم لا. الإطار التنسيقي لديه تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص مرشحهم، وأيضا هناك يعني حوارات مع الديمقراطي الكردستاني. لا يوجد هناك شيء مؤكد لحد هذه اللحظة. نعم، ننتظر قادم الأيام على أمل أن تكون هناك انفراجة حتى يكون موضع رئيس الجمهورية. يعني وحسب ما وصلنا بأن انتخاب رئيس الجمهورية سوف يفضي مباشرة إلى تكليف رئيس الوزراء، يعني سوف لن تكون هناك مدة ما بين تكليف رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، سوف يكون هناك رأسا تكليف لرئيس الوزراء. الكل يريد أن يكون هذه بمثابة حزمة واحدة، وأن لا يتم هناك فواصل دستورية ما بين انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. نعم، من بغداد عضو ائتلاف النصر أحمد الوندي، شكرا جزيلا انضمامك إلينا.